فرحين سعيدين مجموعة من الإخوة والأخوات جاءوا باش يشاركوا في هذه الفرصة التي لا يجدوا بها الزمن إلا مرة في العمر. كيف ما قلت احنا انتظرنا طويلا هذا الزفاف. سمو الأمير كان من بين العزاب يعني المشهورين في المغرب لي بليز اندورسي، والحمد لله انه يعني من عليه الله بشركة حياة. نتمنوا له السعادة ونتمنوا له الرخاء. مولاي رشيد عزيز علينا والعائلة الملكية عزيزة علينا وكنحبوها بزاف، وهذا فخر واعتزاز وشعور عظيم أننا نسمع هذا الخبر السعيد. وحنا أنا بصفتي كمواطن كنهني مولاي رشيد وكنهني العائلة الملكية. أصحاب المعالي والسعادة، حضرات السيدات والسادة، جهادا فقهيا متجددا، وهو ما يجعل من المدينة الفيحاء ليس فقط إرثا لا يتحمل الأمير مولاي رشيد أي منصب أو مهمة رسمية داخل هرم الدولة، ورغم أن له درجة عسكرية عالية فهي تظل أكثر شرفية منها فعلية، ورغم ذلك فله حضور رمزي كبير جدا سواء داخل القصر أو خارجه، حيث أنه يمثل الملك في العديد من المناسبات الرسمية، منها تنصيب رؤساء الدول أو حضور زفافات أميرية. Thank you.